هي يعني تفعيل الحساب وغير ذلك. ف يعني انا افضل الاكزابو اللي لديها ميزه كبيره وثقه كبيره وليست يعني احتياليه. انت ستجد ان شاء الله رابطه اسفل الفيديو، تضغط على فاين اب. لكن اكزابو الضروري والمهم ان يكون لك لديك رقم هاتف من الضروري. فالكل الحمد لله الذي يعني لدي هاتف، فقط انت تدخل كلمة يعني ايميلك الخاص ثم اسمك ثم نسبك ثم بلادك ثم نكس يعني تسجيل فيه عامة يعني سهل. فعند التسجيل تفعيل الحساب تضغط على لوجين، ثم ستختار انت يعني 4 ارقام للدخول الى الواليت الخاصة بك. فهذه كما تنظرون هي الواليت الخاصة بي، ادخل كلمة السر التي خصصتها من قبل، ثم سيعطيني رسالة اضغط على ساندو كود في SMS تكست ميساج. سيتوصلون يعني برسالة عن هاتفي الشخصي كما سمعتم، فيعطيني يعني رقم للدخول. فهذه الميزة الجميلة في اكزابو، اذا اخترق شخص ما يعني حقيبتك او غير ذلك من سبام فلا يجد ان يعني يدخل الى حقيبتك وليس لدي مثلا رقم هاتفك. فهذه هي يعني ميزة يعني الحفاظ على حقيبتك للاختراق او السرق او غير ذلك. فهذه هي الواليت يعني الجميلة ولديها ميزة كبيرة وغير ذلك. فأنا أفضل دائما اكزابو لأنها يعني ميزة جميلة وغير ذلك، وتتوصل بأموالك عن طريق هذه الحقيبة. تذهب إلى واليت ثم تضغط على بروفيشنال واليت، وكذلك يعطيك يعني بطاقة مصرفية تشتريها من الموقع. فهذه هي ماي ادريس الخاصة بي، الواليت الخاصة بي. فأنا يعني أحول يعني أموال كما ترى ناقص 50,600 ساتوشي، المبالغ التي أحصل عليها كذلك كما ترى. فيعني يعني الواليت الخاصة والتي أستخدمها خاصة هي اكزابو. فهذه هي الأدريس، كذلك ميزة إرسال أموال إلى أي يعني واليت أخرى، يعني أي حقيبة أخرى لديك إيميل أو أدريس بيتكوين أدريس، تضع الأدريس التي ستحول الأموال مثلا نعطيه الأخص إلى الموقع الذي شرحته من قبل مثلا للاستثمار، تضع الواليت الخاصة به، ثم هنا المبلغ التي لديك مثلا ما يعادل مثلا كما في الاستثمار $2، وهنا اي ميساج مثلا. وكذلك يخصص لك يعني ازدياد يعني ازدياد كثير من الواليت. يعني تريد مثلا لديك مواقع وتريد يعني تسجيل فيها بكثرة، فهنا يعني تضيف اي واليت تريدها مثلا تضيفها من هنا كما ترى في الواليت الخاصة بي، ويعطيك ادريس الخاصة بالواليت وغير ذلك كما ترى اخي العزيز. فهنا يعطيك ادريس واليت اخرى، يعني هذه الميزة خاصة بالاكزابو، فاي حقيبة بيتكوين لا تكون في هذه الميزة. كذلك ميزة اخرى انك مثلا عند مثلا هدية رئيسية، يعني مثلا هذا الواليت يعني قد افترض انك عملت بهم في مواقع وحصلت على اموال، يمكنك اعطاء الاموال الى الواليت الخاص بالرئيسية هي بروفيسيوني واليت بالضغط على ترانسفير. سترسل الاموال التي تحصل عليها الى الواليت الخاصة بالموقع، و
إن شاء الله في الدرس اللاحق بإذن الله عز وجل سأشرح لكم، يعني سأؤكد لكم إثبات الدفع للموقع الذي شرحناه من قبل، ستجدوا دائما أسفل الفيديو يعني يصدق جميع أن موقع الاستثمارات التي شرحت من قبل موقع حقيقي إن شاء الله. كان معكم أخوكم محمد من مدونة هاكس أنف حمادي، أراكم في الدرس اللاحق بإذن الله عز وجل عن طريقة إثبات دفع من موقع الاستثمارات.